مرحبا، صار لي زمان ما حكيت عن توقعات العالمية. هيدا الأسبوع طلع على بالي أحكي لأنه شفت قدامي طبعا في تأثيرات فلكية، مواقع فلكية كتير مهمة. طلع على بالي أذكرة ورح حطها بكل برج، يعني كلكم عم تسمعوا، كل الأبراج عم تسمع التوقعات العالمية اللي هي قصيرة رح أعملها باختصار. في عنا قمر جديد تأثيراته رح بتكون كتير مهمة هذا الأسبوع. هالتأثيرات رح تبدأ من 25 تقريبا، هي كل هذا الأسبوع اللي هو من 25 تموز يوليو حتى 3 و4 آب أغسطس. هذه هي التأثيرات العالمية. القمر الجديد هو بتاريخ 28، ابتداء من 25 رح نبلش نحس بتغيير، يمكن بالطقس، ان كانت امور، طبعا اكثر شيء هي الامور الطبيعيه، طبعا هنالك عنف بالطريقه اللي بتتصرف فيها الطبيعه، سواء كانت حرائق اللي هلا والعانة تقريبا، يمكن حتى اكثر مما هو متوقع. انا لما بحكي عن الظروف الطبيعية او اي مسألة بتكون اكثر من المعتاد، مش عم بحكي عن شيء طبيعي، عم بحكي عن شيء يمكن اكثر من اللازم، لانه طبعا بسبب العوامل الفلكية اللي انا شايفتها قدامي. اذا في عنا من 25 بتبلش الامور الطبيعية تزداد سوءا او مبالغة بامرها او ازدياد، يعني سواء على صعيد الحرائق الحرارة، سواء يلي اصلا هن مبلشين، سواء على صعيد الزلازل البراكين، كل الامور، حتى الرياح الشديدة بتصير اقوى واقوى، يمكن حتى الامور تتعلق بوسائل نقل. كل هالامور بتبلش من 25 الشهر تموز يوليو 2022، نوصل لنقرب ل 28 29 30 31 1 آب أغسطس، بيصير في عنا نوع من عنف أكثر وأقوى، عنف أكثر وأقوى، يعني بنحس إنه حتى نبلش نحس بالعنف من خلال الناس، الشعب عم بحكي طبعا أنا على صعيد عالمي، الشعب سواء كانت طبعا الكوفيد يلي طلعت بتصير تمتد بشكل كتير قوي everywhere تقريبا، بيصير في عنا حالات أقوى، بيصير في عنا نوع من عنف ببعض البلدان، بيصير في عنا يمكن حتى تعرض عالميا لأشخاص، عالميا عم نحكي، يمكن يكون في عنا الطبيعة تنفجر من ناحية البراكين، نحن بنعرف هالشيء، أو النيران يعني الحرائق، أو حتى طبعا بنعرف في حروب في بعض المناطق، عم نسمع طبعا بأوكرانيا وهكذا، يمكن تشتد بتصير عنيفة جدا هذه الأمور، عدا أنه في كتير من المسائل العنيفة ضد بعض الأشخاص العالمية يمكن حتى بتتعرض لهذه المضايقات، ويمكن بيصير في عنا نوع من حتى السفن ووسائل النقل هي أكثر شيء كمان معرضة. منكمل طبعا احنا وصلنا لواحد اثنين آب، منكمل لثلاثة وأربعة آب، الأمور بتضل صعبة، في عنا طبعا الحرائق، هنالك دمار لبعض الأبنية اللي بتصير بنشعر فيها، ومش عم بحكي عن أبنية بسيطة، عم نحكي عن دمار كمان يمكن يكون بسبب زلازل معينة أو حتى فيضانات طبعا مدمرة. عم بحكي إذن باختصار هذا الأسبوع أو هالفترة اللي ذكرتها من 25 ل 4 آب أغسطس هي فترة كتير دقيقة على صعيد الطبيعة، على صعيد الشعوب، على صعيد الحوادث في وسائل النقل، طبعا على مختلف المستويات، وأنا عم بحكي لأنه الظروف الفلكية هي يلي عم بتدل لهذا الشيء. هلأ بتقدروا تتابعوا أبراجكم الأسبوعية، بتمنى للجميع أسبوع سليم وحلو كتير، وإلى اللقاء. مرحبا مواليد برج العذراء، معكم كارين شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 25 تموز يوليو للأحد 31 تموز؟ شو في عنا في هذا الأسبوع؟ في هذا الأسبوع يلي طبعا الشمس هي موجودة في برج الأسد، في عنا التقاء تراصف بين القمر والشمس يوم الخميس 28 بتمام الساعة 9 المساء توقيت بيروت. شو في عنا بهالأسبوع؟ رح نحكي عن هذا الأسبوع يلي أسبوع بده انتباه وبده حذر. خلونا نبدأ. عنا يوم الاثنين،
25 تموز يوليو، القمر ببرج الجوزاء حتى الساعة 9 المساء توقيت بيروت. وجود القمر في برج الجوزاء، وجود القمر في برج الجوزاء كل هذا اليوم حتى 9 المساء توقيت بيروت بخلي الفترة تكون ضعيفة، بخلي الفترة تكون متقلبة صعبة فيها تحديات، ويمكن تكون ضعيفة لأنه الشمس منا معكم، الشمس ملهية بشخص تاني، ببرج تاني عم تدعم برج آخر. فمطلوب منكم تكونوا أوعى، الضغوط اللي انتم معقول تعانوا منها اشتغلوا عليها، ما تهربوا منها، اعطوه افضل ما يمكن، الاهمال ممنوع كليا. التنين المساء 3 والاربعاء القمر موجود ببرج العذراء، ببرج السرطان عفوا. وجود القمر ببرج السرطان هو وجود ايجابي، وجود حلو، وجود مساعد بالنسبه لكم، بيعطيكم الامل بتقدم والامل بحلول والامل بانفراج. لذلك مطلوب منكم خلال هذه الفتره انه ما تهملوا الامور، ما تهملوا شغلكم، بالعكس ارجعوا صلحوا، هنالك دعم، هنالك مساعده، هنالك تاييد لكم، في ناس رح بتساعدكم اذا طلبتوا. مرق عليكم يمكن 3 ايام صعبه، السبت الاحد والثنين 25 الضغوط كانت كبيره، الثلاثة والاربعة بتلاقوا مين يساعدكم. فرجاء رح بتشوفوا انه هدول افضل يومين في هذا الاسبوع. ليه؟ لانه الخميس الجمعة والسبت حتى 9 المساء توقيت بيروت القمر بيكون ببرج الاسد، بيلتقي القمر والشمس يوم الخميس المساء ببرج الاسد، بصير عندنا قمر جديد، بصير بتحولوا هالثلاث ايام الى ثلاث ايام خلينا نقول بطيئة، خلينا نقول بتزهق، خلينا نقول بتأخر، قد تحمل التباسات هذه الفترة، قد تحمل تراجع، قد تحمل تراجع على مستويات مختلفة، فبتكونوا جدا حذرين، عدا انه في تأخير وفي بلبلة والامور ما بتكون بيرفكت والامور ما بتزبط، فكونوا جدا حذرين، ما تجازفوا وما تصدقوا شيء. برجع بكرر الخميس الجمعة والسبت هن فين يكونوا من اكثر الايام ضعفا من ناحية نوعية الوقت او نوعية الحظوظ، ما فيكم تتكلوا عليها. بالنسبة لأنه قمر جديد في برج الأسد، يمكن هذا معناته أنه لازم تقووا حالكم من جوا أكثر، لازم تكونوا واعيين أكثر، لازم تكونوا منتبهين لحالكم أكثر، تفكروا بحالكم أكثر، طبعا مش من ناحية أنانية، لكن من ناحية أنه تقووا حالكم لتقدروا تمشوا بالحياة بطريقة أقوى وأحلى. السبت 9 المساء توقيت بيروت القمر بيروح لبرجكم، بيبقى كل الأحد، يعني بتودعوا الشهر والقمر ببرجكم، هون تتغير نوعية الوقت، هون بتفكروا بحالكم بطريقة جريئة أكثر، بتعرفوا أنتوا شو بدكم، بتعرفوا أنه الأمور صارت أفضل، بتعرفوا أنه ضروري تشتغلوا من قلبكم، في تحول صار أكثر وبتلاقوا بتلمسوا لمس اليد، صار في أمور تقدروا تشتغلوا عليها، أجوبة بتبلش توصلكم من السبت المساء وكل يوم الأحد. هون الأحد بتلاقوا حالكم متحمسين أكثر مع وجود القمر ببرجكم، متحمسين أكثر، فجأة بدكم تشاركوا، فجأة بتغيروا رأيكم، بدكم تشاركوا، بدكم تعطوا، بدكم تحطوا، فالأمور بتصير أفضل بكتير، ويمكن حتى يرن هالتليفون أو يوصل هالإيميل اللي أنتوا بدكم إيه. أسبوع متقلب كونوا منتبهين فيه، خاصة عند 18-19 سبتمبر، الأكثر حظا 20-21 سبتمبر. بدي أتمنى لكم أسبوع مهم، نلتقي مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء، باي باي.